يعني المركز أصل تأسيسه وهدف والهدف من التأسيس هو كان لأمرين: الأمر الأول تأصيل العقيدة المهدوية، الأمر الثاني رد الشبه الفكرية والنظرية والحركية العملية. فهذان الأمران قام على أساسهما المركز، ولله الحمد في الجانب الأول صدرت له العشرات من الكتب والمؤلفات، وكان لدينا مجلة الانتظار صدر منها 17 عدد فصلي، وكانت لدينا جريدة صدى المهدي صدر منها ما يقرب من 84 عدد يعني شهرية كانت، وهي حاوي الكثير من الأقلام الشريفة النيرة الأصيلة. والآن أيضا صدر لنا العدد الثالث من مجلة الموعود. من المفاصل الأساسية في مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي هو قسم الإجابة عن الأسئلة والأجوبة المهدوية، حيث ترد إلى موقع المركز الكثير من الأسئلة حول القضية المهدوية، إذ من الواضح أن القضية المهدوية قضية رواياتها كثيرة وهي شائكة في بعض مواردها ومفرداتها، لذلك يحتاج المنتظر إلى أن يرجع إلى المتخصص حاله حال أي جهة من الجهات وأي صنف من العلوم، حيث يرجع فيه الناس إلى متخصصيه. القضية المهدوية تدور أمورها ومفرداتها بين ماض وحاضر ومستقبل، وفي كل هذه المفردات هناك روايات كثيرة عالجت الموقف، أي موقف يعترض المنتظر في رحلة بحثه حول هذه القضية. لذلك تأتي الكثير من الأسئلة المهدوية إلى الموقع، وتجتمع لجنة متخصصة بالإجابة على هذه الأسئلة، حيث تسحب هذه الأسئلة ورقيا وتجلس تجتمع اللجنة لتناقش السؤال وتبحث عن الروايات التي يمكن أن تعالج هذا السؤال، وتصاغ صياغة نهائية ثم تنشر عبر موقع المركز، حيث يتاح لكل منتظر
أن يطالع هذه الأسئلة التي إلى الآن وصلت تقريبا 680 سؤال وجواب حول هذه القضية المهدوية. طبعا قسم كبير من هذه الأسئلة والأجوبة نشرت في مفكرة المنتظر، مفكرة سنوية تصدر عن المركز، عن مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي في سنتي 2016 و2017، نشرت ما يقرب من 350 سؤال وجواب أخذت من الموقع ووضعت في عمود خاص في هذه المفكرة ليستفيد منها المنتظر أكثر. هي مفكرة تصدر سنويا عن المركز ومملوءة بالمعلومات المهدوية. صارت الفكرة في سنة 2016-2017 أن توضع الأسئلة والأجوبة التي تأتي إلى الموقع، إلى موقع المركز، وتنشر من خلال هذه المفكرة حتى تكون الفائدة في تلك المفكرة أكثر. هناك خطط يعني كثيرة مستقبلية، من أهمها يعني الخطط الآنية خلينا نفترضها والتي نعمل عليها، هو درس متخصص في العقيدة المهدوية لأحد أساتذة البحث الخارج الكبار في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، تدريس كتاب الغيب للشيخ الطوسي. هذا الأمر إن تم فهو فتح كبير و سابقة في دروس النجف الأشرف، أن تكون القضية المهدوية في ضمن أهم الدروس الراقية البحث الخارج أو السطوح العليا، بما يوازي هذه بهذا ما يوازي هذا المستوى، أن يكون هنالك بحث ودرس متخصص في العقيدة المهدوية. نسأل الله أن يكلل هذا المشروع بالنجاح. وهنالك خطط كثيرة قد يعني لا يحسن أن نذكرها من باب المحو الإثبات. الله سبحانه وتعالى نسأله أن يوفقنا لمراضيه، أن يوفقنا لكل عمل مهدوي فيه الصلاح والإصلاح. يهدف المركز أيضا إلى طباعة الكتب المهدوية التي تملأ فراغا من الفراغات التي ربما تكون موجودة، الكتب التي يكتبها العلماء والباحثون في هذا المجال. يأخذ المركز على عاتقه تحقيق هذه الكتب وطباعتها ونشرها، وحتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بنشر هذه الكتب. هناك تطبيق خاص للهواتف الذكية، هذا التطبيق فيه كل الكتب الصادرة عن مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي. يمكن لأي منتظر عنده هاتف ذكي أن ينزل هذا التطبيق ويستفيد من الكتب من خلال هاتفه. كذلك هنالك دعوة إلى إخوتنا الجامعيين الأكاديميين، طلابا، أساتذة، مشرفين، دكاترة، الذين يحاولون أخذ رسالة الماجستير، يكتبون الماجستير ويكتبون الدكتوراه. هذه الدعوة حقيقة يعني أبثها من القلب، أن تكون كتاباتهم في القضية المهدوية أيضا، فإنها قضية عالمية، ليست قضية شيعية فقط وليست قضية إنسانية فقط، بل تؤمن بها جميع الأديان السماوية، فهي تاريخ وحاضر ومستقبل. فمثل هذه القضية، حبذا هذه الأقلام المتينة الأكاديمية الموسوعية أن تشارك بعشرات رسائل الماجستير والدكتوراه في هذا الشأن. وأيضا هنا يقدم المركز كامل يعني أبوابه ويفتح كامل النوافذ معهم، سواء في التقويم، في الإرشاد إلى المصادر، في التعاون معهم، وكذلك في طباعة الكتب والرسائل الماجستير والدكتوراه.
فنبذل معهم غاية الوسع لأجل الوصول إلى مرحلة أو إلى نشر العقيدة المهدوية في كثير من أنحاء المعمورة. من اهتمامات المركز هو تغذية القنوات الفضائية بالبرامج المهدوية، حيث قام المركز بعمل الكثير من البرامج المهدوية وعبر عدة فضائيات، منها مثلا برامج مثلا شذرات مهدوية ورسالات في زمن الانتظار وغيرها من البرامج التي تعالج الكثير من الأسئلة التي تطرح في الشارع، مثلا الأسئلة التي تدور حول ولادة الإمام المهدي صلوات الله عليه، وبعض الشبه التي يطرحها المغرضون، كيفية معالجة الشبه التي يطرحها من يدعي المهدوية أو يدعي اليمانية. المركز أخذ على عاتقه أن يغذي الفضائيات بهذه البرامج التي تجيب عن هذه الإشكالات والأسئلة التي تدور في خلد الكثير من المنتظرين. أدعو القنوات الشيعية التي ليست لها اهتمامات خاصة في القضية المهدوية، أدعوها يعني وأحثها ونبذل معها غاية الوسع لإقامة برامج وإعداد برامج مهدوية، فإنها من الضرورة بمكان. ولا أكون مثل ناقل التمر إلى هجر، يعني أبين للإخوة الإعلاميين في القنوات مدى أهمية العقيدة المهدوية، فهذا أمر يعرفه كل أحد. كذلك أدعو جميع الإعلاميين، يعني صحفنا الكريمة حتى السياسية منها، ألا يضعون صفحة خاصة مثلا للرياضة؟ فكما يهتم الشاب في الرياضة ومعرفة الأندية والنوادي ومختلف الرياضات، وهو أمر جيد يعني لا إشكال لنا فيه، لكن أقول إلى جنب هذا يحتاج إلى توعية ثقافية مهدوية، فحبذا تكون صحفنا أيضا ومجلاتنا الثقافية العامة أن تكون القضية المهدوية لها قسط وافر في هذه المجلات والصحف. واحد من اهتمامات المركز أيضا هو بيان حقيقة الأحداث التي تقع في هذا العصر. كثير من الناس عندما يقع حدث معين كسقوط دولة أو قيام دولة أخرى أو قتل رئيس دولة، يتصورون أنه من العلامات الحتمية التي ينبغي أو يلزم أن يظهر بعدها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. المركز يقوم ببيان الحقيقة الواقع في هذا المجال، بربط هذا أو بتحليل هذا الحدث ومحاولة إضفاء صبغة علمية على الجواب من خلال الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم.